السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي معنا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وهي جديد حسام عوار، يعني المنتخب الوطني في تربص نوفمبر. مليحة، حاجة مليحة. بصح المعلومة اللي كنت نقول لكم عليها باللي خدمك واعطوه 100% جنسية جزائرية، راني قلتها لكم الحمد لله يا ربي، راح أكدها الناس كاري اللي بدت تهضر بكرا يحضروا، راح أكدها يعني كيسمو فريد كمال مهدي هذاك. الحمد لله رانا قلناها لكم، قلناها لكم قدام اللي هضرها باللي 100%، لكن باقي 5% تاع المدرب اللي مازال ما اتصلش به. هي خدمك واعطو، شوف خدمك واعطو يعني 100%، خدمك واعطو خرج باسبور تاعو يودي 100%، لكن بقات 5% برك، 5 ناقصو 100% ناقصو نديرو 95% لي دارها حسام عوار، بقات 5% لليوم. كيما راني نهدر معاكم دروك دروك، كيما راني نهدر معاكم دروك، ما كان والو، المدرب ما اتصلش به. ضروك كيما راني نهضر معاكم، المدرب ما اتصلش به، مدرب المنتخب الوطني ما اتصلش به ضروك. هذه حقيقه راني نقول لكم فيها، سبحان الله، هذه حقيقه راني نقول لكم فيها. حد هذه الساعه المدرب ما اتصلش باللاعب مباشره، ما اتصلش به. نتحدى اي واحد يجي يقول لك باللي المدرب اتصل بحسام عوار، ولا اتصل بايت النوري، ولا اتصل بقويري، ولا اتصل بمكاش. ضروك نهضر معكم، هذه اللحظه اللي راني فيها نهضر، يعني ما اتصلش باللعابه. قلت لك ما اتصل باللعابه، ما على باليش لا اتصل. المهم ايت النوري، قويري، وخاصه عوار، نقول لكم باللي ما اتصلش بهم. ضروك نقول لكم باللي ما اتصلش، مش قضيه راني زعما، راني نقول لكم في الحقيقه، هذه هي الحقيقة، ما اتصلش. أنا يعني نقولها لكم هي الصح. الآخر خدم الجنسية، يعني خدم كلش، خدم كلش، قام بالدور. ونقول لكم ماشي هو زعما الاتحادية اللي قامت يعني بواحد واحد الأمور إدارية في الفيفا. تعقلوا مي قلت لكم لازم قبل الفاتنا في سبتمبر لازم يخدموا له كواطو، خدموهم له قبل الفاتنا في سبتمبر، خدموا لو كواد صح. يعني بقات عند المدرب يعني شويه تعنت من عند المدرب تاع ما نعيطش حتى يجي هنا ونهضروا معاه. وجا ان شاء الله بربي يكون في، انا نتمنى يكون في المنتخب الوطني في نوفمبر، يلعب مع النادي تاعو، ما يلعبش يجي، يجيبوه غير باش يقلعوا له هذيك الحرنه تاع لي فرونسي هذيك، هذا ما كان يقلعوها له. كاين اللي مازال يعني، خاصة كاين اللي داره باللي خائن، داره ماذا به ما يجيش، ماذا به ما يجيش. عندنا هما التالية تربص هذا اللي فات، ولاو يعايروا فيهم تاع الجوال. مشاك عارف شتا كاين، مشاك عارف شتا كاين ناسي محمد، ما راكش عارف شتا كاين، ما تعايرش الجوال، تعاير جراويل العروسي مازال يدير لكم الاعلام تاع الجزائر. واه يلعب في الايفان 3 بصح مازال يدير الاعلام تاع الجزائر، مازال يقارع. هذه باش يكون على بالكم. دروك انا نطلب بيه حاجه برك من المدرب، يعني يقلع ديك التغنات هذيك، يقلعها ويعيط للعابه. لعابه قابلين، انا شو ما تجوش تكذبوا علينا تقولوا لنا باللي 50 لاعب زعما 50 لاعب نديروا ايه 50 لاعب في البطوله الاوروبيه. في اوروبا هاو كاع راهم باغيين يروحوا يلعبوا مع فرنسا 50 لاعب، كاع فرنسا باغي تعيط لهم في ضربه. عاودوا نكذبوا على روحنا ولا كنت تكذبوا علينا؟ خلينا الناس اللي يبغوا الكذب يبغوا الليالي الحلميه، ويبغوا الليالي الحلوه والاحلام الورديه هذيك تاع مشاكله، خلينا الناس هذوك. بصح انا نحضر لكم في الواقع، ماشي في المواقع، انا نجيب لك الواقع. المواقع انا ما تاع جوجل، تا يخرج جوجل يدير لك وتخرج تهدر لي تنبح لي انا مكاش. انا جبت لك قبل لا يهدر هذا كمال، ما هو كمال مهدي هذا، قلت لكم راه خدمك واعطو سيبو،
خيب خذ واعطوا كاع خدموا يعني نقارعوا نوفمبر نقارع باللي نقول لكم شوف انايا غادي مشاني اعوذ بالله من كلمه انايا هذه بصح كي المدرب يعيط له غادي يكون على بالي باللي المدرب عيط له اتصل به هذه ما تالي كاع هي ضربك عوار خدم وثائق تاعو جزائري 100% 100% ماشي نقول لكم ولا قلتها لكم راهي في راهي في 4 ايام ولا قلت لكم يا ودي نعطيكم خبر عوار الوثائق تاعو جزائري 100% بصح نقول لك باللي المدرب اتصل به ما اتصلش به كي اتصل به نقول لكم باللي راه اتصل به صاي سيبو هذه هي في تو يخرجوا هذوك البعايش بعايش تاع عوار ما كان والو فلان ما كان والو عوار جوزه وعوار خائن ومنا وندير له لو واحد يعاير في مو واحد يعاملنا هذه هي احنا ان شاء الله بربي انا نحوسوا على هذه اللعابه على نحوسوا على هذه اللعابه على نحوسوا على هذه اللعابه نحوسوا على هذه اللعابه باش يكون باش منتخب وطني يكون مليح انا بقيت حاير ناس ولات تكرهنا وناس يقول لك هذو اعداء وباغي يجيبوا اللعابه وجمال حرز روحك تزيد اللعابه هذو باغي يعشوك انتوما ما تعرفوش بوله ما تعرفوش كلمه تاع ضخ دماء جديده وخلق منافسه ما تعرفوا جيتوا تعرفوها انتوما سمعتوا جمال بالماضي قال باللي نقعدوا عائله كما رصيتوا لا ما تجيش منا كيما نسيتي انا غادي ما نجيش معاك غادي نقول لك راك غلط انت مدرب راك غلط لازم تزيد اللعابه انا كي نجي معاك انا بيروكي تاعك نعاود لك الهضره تاعك انا مانيش بيروكي نعاود لك الهضره تاعك ندي نقاط من الهضره تاعك انت كمدرب ونجي نهضر اوه لا ما زيد قال طوبه ما عيطلوش خرجتو قلتو طوبه ماشي قال عموره قلتو عموره ماشي جوار قال ديلور وليتو تعايلو في ديلور قال لاعبين المغتربين وليتو تعايلو فيهم انت بصح انا مانيش بيروكي تاعك انا ماني انا نعطي وجهة نظر تاعي باللي نقول لك انت مدرب راك غلط راك غلط خاطر عليه راك تقتل في المنافسة وقتلت المنافسة يعني انت دخلت في حيط ما شفقت يعني مالغري كيما هاك مازال ما بان والو يعني هذه تاع ضخ دماء جديدة ما كان والو شانا جاب 7 من بعد خلى منهم 2 من بعد غادي نوفون بيقلعهم يعطيكم حبة كوجاك تعوار دوك 7 تاع جوان راحوا دوك 7 تاع جوان راحوا يعطيكم حبة كوجاك تعوار هذا مكان حنا خاصنا عوار ومشتقاته عوار يعني ومعاهم لعابة لا خاطش عليه دير حسابك اللعابة هادو اللي راهم عندك واللي راك تحضر بيهم وراك ساجي بيهم يا وانتهت الصلاحية تاعهم يا سي جما بالماضي لازم تفهمها هذه يا لعاب راه ديلور عنده 31 بريلي عنده 31 محرز عنده 31 كاع كبار كاين اللي يقول لك لقد اشتقنا لي فيغولي يا ودي فيغولي عنده 32 عام برك ما فيغولي من على 3 سنين تولي عنده 36 عام برك ما تشكل عليا صاحبي ها يا وقول لا تقول قول باللي لازمنا تجديده ما زدتو انتو على بالك باللي راس نقول لكم 20 عام اللي فاتت راس نقول لكم لازم تعبدوا البنادم تا ما يوليش يطيق يمشي لصقوها لكم في رسالكم على بالكم بيا ولا ما بالكمش وراه مشاكرة راه ينتقم منكم انتوما لصقوا لكم في رسالكم لازم البنادم تيولي يمشي تيولي يمشي بكروسة ولا باش تأمنوا باللي ما راه صايك صايك سي بون خرج مدرب قال لكم 31 عام باغين راكم حاسبينو شيباني يا النيفو تاعهم طاح على بالي ولي 31 عام مازال صغير على بالنا يا انت يا لازم تزهم رانا نقول لك باللي النيفو تاعهم طاح راهم عندك 2 لعابه برك يلعبوا النيفو عالي برك هذا مكان عندك دي عندك محرز عندك بن ناصر او لازم تامن بيها صاحبي او لازم لك تامن بيها لازم عوار هكا عوار هذا على بالك راك قتلت جيل عوار جاك مول 4 عوار نورمالمون هذا الخطر تعيط له يلعب كوب دي موند مش تعيط له باش توجد به كوب دي موند راك قتلت جيل قتلت 2 اجيال جيل تاع ادم والناس بن ناصر وراشد غزال وجيل تاع عوار قتلتهم سي محمد روطارديت 2 اجيال درت لهم روطار هاو لازم كنت تبقى تبع بهم راك روطارديت 2 اجيال اصاحبي جيب اللعابه جيب بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير
وبارطاجونا لي فيديو ان شاء الله معكم ديما بجديد، وربي يحفظكم صحيت وخاوتي.